حياكم الله ومساء الخير بكل من انضم إلى شاشة روتانا خليجية مباشرة مع حلقة جديدة من برنامج سيدتي. مقولة اليوم اللي اخترتها: التنافس مع الذات أفضل تنافس في العالم، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس ولا يكون غدا كما هو اليوم. وإحنا دائما من خلال برنامج سيدتي بنحاول نتجدد دائما ونقدم كل المواضيع اللي تهم الأسرة وتهم المرأة تحديدا. في بداية الحلقة أمسي على زميلاتي في جدة والرياض. مساء الخير يا هبة، ومساء الخير لمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة لبرنامجكم اليومي المباشر سيدتي. كالعادة نسعى أنا وزميلاتي في جدة والرياض والإمارات لتقديم كل ما هو جديد ومميز. الآن أذهب لزميلتي العزيزة جيهان الحداوي وأمسي عليها. يسعد مساكي وألف سلام عليك. الله يسلمك. كنت تعبانة أمس؟ الحمد لله اليوم أحسن. مش مسموح تغيبي بعد كده، خلاص تعودنا. الله يخليك. مساء الخير عليك، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية لمتابعتنا على مدى ساعتين. نقدم لكم من خلالها زي ما قالوا أو ذكروا زميلاتي هبة وخلود كل جديد نتعرف على عناوينه مباشرة بعد أن ننتقل إلى الرياض. وأمسي على رنيم. مساء الخير رنيم. شكرا خلود وجهان، ومساء الخير طبعا لكم والهبة ولجميع المشاهدين الكرام. واليوم من الرياض نتكلم عن خطر أدوية ومنتجات التخسيس والمافيات مشاهدينا اللي بتعمل باسم الرشاقة، وهي طبعا لها أضرار كثيرة جدا إلا من رحم ربي. مشاهدينا بنناقش الموضوع اليوم من الرياض، لكن حاليا أرجع مرة ثانية لهبة نتعرف على بقية فقرات سيدتي لليوم. إليك هبة. شكرا. سريعا أحب أذكر المشاهدين بمواقعنا اللي يقدروا من خلالها يتواصلوا معنا بأفكارهم واقتراحاتهم على فيسبوك وتويتر الظاهر أمامكم على الشاشة، وكمان تقدروا تتابعوا البث المباشر لحلقة سيدتي على الروابط الظاهرة على الشاشة أمامكم. أما الآن إلى مواضيع اليوم. في سيدتي اليوم: زوجة تصرح أكره زوجي لأنه يحبني. احذروا مافيا النصب باسم الرشاقة. هاشتاج القيادة 26 أكتوبر يعيد موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة إلى الواجهة. فتاة سعودية تحصل على أول رخصة رسمية كمرحل جوي. عروض الطيران الجوي تحلق فرحا في جدة. زراعة الشعر رابع العمليات التجميلية انتشارا في لبنان. نعومي كامبل هيفا وهبي شارون ستون تحت عدسة فاشن رادار. حنبدأ بموضوعنا الرئيسي لليوم مع صفحة مرأة ورجل، حيث نشرت مجلة سيدتي عبر هذه الصفحة خواطر امرأة مثيرة للجدل تشتكي من حب واهتمام زوجها الزائد فيها. كيف ممكن المرأة أنها تكره زوجها لأنه يحبها؟ يعني هذا شيء جدا محير. إن ما حبها اشتكينا أنه ما بيحبه، إذا حبونا بنشتكي أنه زايد حبهم. فيعني الله يعين الرجال والله يعيننا إحنا كمان. حنتعرف أكثر على تحليل هذا الموضوع من خلال هذه الفقرة، وفي بدايتها اسمحوا لي أمسي وأرحب بالدكتور مالك يماني، اختصاصي في علم النفس الاجتماعي والمستقبليات. مساء الخير دكتور. أهلا مالك. أهلا بك. يعني فعلا محير صراحة يا دكتور، احترتوا معنا احنا السيدات. الله في عوني. وفي عوننا كمان. طيب دكتور، يعني هي قصتها فعلا مثيرة للجدل انه تشتكي من كثرة الحب وكثرة الاهتمام، فايش تفسيرك لحالتها؟ يعني هو عموما كل شيء زاد بالمعنى نقص يعني. بس صحيح فعلا. بس يعني لها 15 سنة متزوجة وعندها أطفال، فهذا شيء المفروض حلو جميل يعني أنه يكون حتى عادات كثير من عادات زوجها يعني غيرها عشان يرضيها. يمكن أنا أشوف هذه نقطة خاطئة منه، بس غير عادات كثير هو ما كان يحب، يعني كان يحب يعملها بطلها عشانها وكمان ما هي راضية. صحيح. فاشرح لنا إيش ممكن تكون حياة هذه السيدة. أولا هذه ظاهرة ليست غريبة على التصرف البشري إطلاقا. هناك نساء كثيرات أمهات على الخصوص يعانين من حب أبنائهن لهن، بمعنى تجدين طفلا لا يترك مكانا إلا وجر ورائك، وأينما حللت ورحلت إلا وكان معك. نفس الشيء بالنسبة للأزواج، هناك أزواج يصلون بمستوى الهيام بأزواجهن إلى حد الهوس، فتصبح هذه السيدة هي البوصلة التي تحركه يمينا ويسرا وما إلى ذلك. ما الذي يجري هنا؟ نعود مرة أخرى كما يقول كارل يونغ في عالم النفس السويسري، يقول أن كل إنسان يحمل فيه
جانب الأنثوي وجانب الذكوري، ويحمل فيه أيضا الجانب الراشد ولكن أيضا الجانب الطفولي. ففي هذه الحالة تحتاج هذه الزوجة لأن تعود فتراجع مرجعيتها في الأمومة، كيف أتعامل مع هذا السيد، كيف أحتضنه من غير أن أضر به وفي نفس الوقت من غير أن أضر بنفسي. طيب كيف نعملها على حالة الزوج والمرأة، لأنه إحنا قضيتنا عن الرجل والمرأة نتحدث عن. يعني بالضبط هذه السيدة التي تزكو من حب زوجها الزائد 15 سنة، فطبعا أكيد أنها لم تبدأ منذ البداية، ولكن تكون هذا الأمر إلى أن صار إلى هذا الأمر. نقول لهذه السيدة توقفي وانظري أن ربما هذا الرجل ستجدين في كثير من الحالات هو يعاملك معاملة الابن لأمه، فإذا انتبهي إلى هذه المعاملات وحاولي أن تسربيها يعني تسوقينها مساقا يبعد بهذا الرجل من مستوى الابن إلى مستوى الأب، عفوا الزوج. كيف يعني خلينا نقول لها كلام سهل شوية دكتور، كيف ممكن تعمل الحكاية هذه وتخلي يتعامل معها على أنه زوج مش على أنه ابن؟ هنا يستحسن أن مثلا إما أن تكون هناك مقارنات، أو تجعل واحد من أقرباء من الذين يثق فيهم هذا الرجل يحدثه ما الذي تحتاجه المرأة. الحب الزائد الكل امرأة تنشده، أليس كذلك؟ طبعا. ولكن طبعا كلما تعدى حدوده وبدأت أشياء أخرى تطفو إلى السطح وتطغى عليه، كلما انقلب إلى ضده وأصبحت المرأة كأنها تخاف من هذا الرجل، هي في نفس الوقت ترى هذا الحب وتعتز به، ولكنها تخاف من هذا الهيام الزائد الذي قد ينقلب إلى شيء عكسي تماما. بس غريب يا دكتور، لأنه السيدات كلهم بيطلبوا الحب الزائد، يعني بالذات بعد سنوات العشرة الطويلة بيقل وبياخد شكل، كل الزوجات بيقولوا أنه بعد سنوات طويلة الحب بياخد شكل آخر، ما بيكون في رومانسية دائمة إلا من رحم ربي. فكيف السيدات يبغوا هذا الشيء وفي نفس الوقت يملوا منه، بالإضافة إلى أنه الزوج كمان يعني دائما بيتابعها، لو تأخرت راحت السوق ما ردت عليه يزعل، لو رد طول الوقت بيتصل وبيتابع، هذا كمان أحيانا ممكن يخنق الزوج، مزعج جدا. فكيف إحنا نبغاه وفي نفس الوقت نمل أولاً منه؟ أولا أنت أختي تبحثين عن رجل، أنا متزوجة. لا نعم، أنت في زوجك أنت أولا وأخيرا قبل أن تبحثي عن الحب أنت تبحثين عن الرجل، شخصية الرجل. صحيح، شخصية الرجل هذا أول شيء. الأمر الثاني، أنت تبحثين أحيانا بالأضداد تعرفوا الأشياء الجميلة، فأحيانا عندما أعطيك مثلا 90% من الحب وأترك 10% تظل هناك ملح لهذه الحياة، أليس كذلك؟ مشاكل ملح الحياة. ولو قللت أحيانا ثم أعدت مرة أخرى الميزان إلى 90% لكان الأمر أحسن، لكن عندما ينفلت الإنسان تنفلت هذه العواطف وتصبح صبيانية، لأن هذا هو الواقع، واقع هذه السيدة هو هذا الحب يصبح حبا صبيانيا محضا، في هذه الحالة نحتاج إلى إعادة معالجة هذا الأمر من خلال حقيقة هذا الكلام أقوله يعني عملية فطام، نفطم هذا الولد عن هذه الأم بحيث أنه يعرف أن هناك حدودا عليك أن تقف عندها حتى لا تضرني ولا تضر بنفسك، أريد أن أحس هذا الحب. هو دائما أنت إذا أعطيتني 100% خلاص انتهى المعنى. صحيح، لم يعد هناك معنى. صحيح، ما في حاجة، يعني كل شيء فعلا لما يزيد بشكل كبير يخنق حتى لو كان شيء جميل، يعني فعلا، وبالذات لما يكون في متابعة باستمرار ووراها طول الوقت كمان، يعني ممكن تمل. حلو يكون في مساحة، دائما يطلبوا انه يكون في إجازة بين الزوجين او انه يبتعدوا شوية فترة معينة عن بعض حتى الحياة تكون بينهم ترجع بشكل افضل. طب خلينا نتكلم عن هذا الرجل، يعني تكلمنا عن المرأة وعن السيدات اللي ممكن يكون عندهم هذا النوع من المشكلة، أنا ما أشوفها مشكلة بصراحة، بس يعني ممكن هي تكون تحتاج شوية تصليح الأمور. كيف هذا الرجل يتصرف مع زوجته بشكل صحيح؟ لأنه في رجال لما يحب يحب ويعطي بشكل كبير لدرجة أنه الشيء اللي يعطيه يتحول لشيء ما له قيمة. صحيح، يعني في ناس كتير في الحب يعني حلو يكون في أخذ وعطاء، لما يكون أخذ مبالغ فيه يصير ما له قيمة، يتوقع الشخص الثاني أنه لو خانه أو عمل أي شيء يجرحه خلاص هو الحب حيغفر. كيف يضبط الرجل وضعه؟ هناك عاملان يؤثران علينا جميعا في كل الحالات، خصوصا في الحياة الزوجية، الزمان والمكان. عندما يفقد معنى الزمان بالنسبة للمرأة بحيث أن هذا الرجل وراءها 24 على 24 ساعة، إذا مفهوم الزمان ذهب، ومفهوم الزمن هذا يؤثر على عامل ثاني هو المكان، بحيث أن هذه الإنسانة تصبح هي تفكر أنا في السوق ربما ورائي
تشك طبعا ربما يتبعني، وبالمناسبة ربما يبدأ يشك فيا أيضا. توجس. فهذه الإنسان فعلا، فهذه الإنسانة تحتاج، هذا الرجل يحتاج إلى أن يعطي لهذه المرأة مساحة في الزمان ومساحة في المكان، لكن من غير مغالاة، لأن هذه الإنسانة قد تعلمت نوعا ما من تعودت على شيء، أليس كذلك؟ فلو فطمناها مرة واحدة ممكن أن نجرحها هي، وفي هذه الحالة تنقلب الآية وتصبح هي التي تتبع هذا الرجل وتريد أن تعرف ما الذي حدث. إذن هذا الرجل لابد أنه أصبحت بالنسبة إليه نوعا من النكرة، وهو يريد أن يبتعد مني ويتخلص مني. لماذا ليس هذا الحب؟ فنحن إن كان زائدا مشكلة، وإن كان ناقصا مشكلة، وما أجمل الاعتدال، وما أجمل حتى في البيت، حتى في الويكند، يعني خلال جمعة مثلا وسبت، المفروض تكون هناك مساحة لهذه المرأة، وتكون أيضا مساحة لهذا الرجل، ولو بتغيير المكان، يعني من بيت، من غرفة إلى غرفة، أو من مكان إلى آخر، أو مثلا على مستوى الزمان، إذا كانت هي عندها وقت أعطيها فسحة تتنفس فيها، وهي أيضا تعطيه فسحة لكي يتنفس. ليس بالضرورة أن يبتعد أن يسافر، في كثير من علماء الناس يقول لك ليسافر ويبتعد، نقول لا، ربما هذه عين المشكلة، يجب أن نعالج القضية الأمر في مكمنه، في مكانه وفي زمانه، ونواجهه بكل يعني مسؤولية وبكل رشد، وهذا الذي ينقصنا. نحن أختي نبحث في علاقاتنا الزوجية، نبحث عن معنى، عن معنى الوجود، عن معنى الذات. أنت قلتي قبل قليل يعني لازم أن يتنافس الواحد عن مع نفسه. أنا أقول لازم كل واحد يبحث عن معاني في ذاته. ما الذي يفقده هو هذا الرجل؟ يفقد معنى الذات، قيمة الذات، أنه يحب نفسه بشكل مو بأنانية، بس يكون عنده حب لذاته، تقدير لذاته. يعني هذا الرجل كأنه باع روحه لهذه المرأة، وجعل حياته، كرس كل شيء من أجل هذه المرأة ومن أجل حياة هذه المرأة. بالمناسبة ليس بالضرورة أن يكون حبا، ممكن يكون تعلق، قد يكون تعلقا لسبب معين، لفرط قد يكون في الماضي أو شيء من هذا القبيل. فلذلك أقول نحن نحتاج أن نوجد لهذا الرجل معاني أجمل، معاني جميلة أخرى، بالإضافة إلى جمال هذه المرأة التي تزين حياتها. من يستطيع أن يساعده؟ الزوجة نفسها هي التي تستطيع أن تساعده، من خلال إيجاد قنوات أخرى يستطيع هذا الإنسان أن يصرف فيها ذاته، ليبحث عن معنى جديد ربما يكون أحسن له وأحسن لها وأحسن للأسرة جميعا. يعني كلام منطقي صراحة، ويعني down to earth، على الأرض يعني، بس المهم أنه كمان يكون في حوار، الزوجة ما تجرحه طبعاً. هو ما يجرح، يكون في حوار بين الطرفين، أنها تعبر له أنا فعلا مقدرة هذا الحب، بس لو عملنا كده حتى حيكون وضعنا أفضل. يعني كمان الكلام له دور، يعني أختي حياتنا موقوفة على كلمة. صحيح صحيح، الكلمة الطيبة صدقة عموما، وكلمة تنقصنا. مثلا سأعطيك مثال قد يظهر غريبا، لا أعرف هذه الأخت، تصوري ربما بكلامها أنت دائما ورائي تجعله يتبعها أكثر. تصوري لو قالت له توقف حبيبي، هناك أنا أحتاج إلى فسحة من زمنية من الوقت، وكذلك مكانية من خلال المكان، ليتك تساعدني، كنت فعلا تعتبرني وتقدرني وتريدني أن أكون مرتاحا، فأعطيني فسحة حتى يعني أتذوق معنى هذا الحب الذي تتحدث، لأن هنا معنى الذوق خلاص هرب من السطوح ومن النافذة ومن كل شيء. صحيح صحيح. فلذلك أنا أقول للرجال يعني في هذا، بالنسبة للأخ، هذا الأخ أقول له لا أدعي، ليس بالضرورة أن تبتعد كثيرا، لكن أعطيها فرصة توازن، خليها تكتشف ذاتها أيضا دكتور، خليها تكتشف الحاجة بالخصوص. صحيح. اسمح لي، احنا راجعين لحضرتك، بس حننتقل إلى جدة حتى نسمع كمان رأي الضيف بالموضوع ورأي الزميلات بالموضوع، أنه يعني التوازن دائما جميل وحلو. في كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، في باب بيتكلم أنه الرجل يحتاج يبقى في الكهف تبعه الفترة، أعتقد المرأة كمان تحتاج متنفس لها. مساء الخير. مساء الخير هبة. كلام الدكتور جميل جدا، لكن يعني ما أخفي عليكي أنا وخلود كنا بنتكلم أنه من جد يعني إيش بهدي أحد لاقي هذه الأيام. على العموم يعني هي قضيتنا اليوم شوية يعني شائكة، حنتكلم عنها أظن إحنا النساء حنتلينا رأي، والرجال ضيفك رجل وضيفنا إحنا كمان اليوم رجل، حنتكلم عن تباين أو مشكلة تباين المشاعر بين الزوجين، رغم ظهور صورة مثالية
للزوج لم تتأقلم معها الزوجة. بالتأكيد جيهان. مشاهدينا، احنا بعد ما سمعنا الموضوع بشكل واضح وكامل، احنا في كثير من الناس اتجهت للوم الزوجة زي ما لومناها انا والزميلة جيهان، انه في ناس قالت يعني فعلا في احد يعني محصل كل الحب ده ويقول لا، وفي ناس تعاطفوا مع الرجل انه هو مظلوم. احنا حنتجاوز كل هذا الشيء بغض النظر مشاعر تعاطف او لوم الى اخره، لكن احنا حابين نتوجه مباشره الى الراي النفسي مع ضيفنا في الاستوديو الزميل تراد سندي وهو مدرب تنميه بشريه. اهلا وسهلا باسنبل، قبل ما تقول اي شيء تراد باسنبل. لا بالعكس، احب تراد سندي على فكره. اهلا وسهلا بك تراد اولا، لانه دائما تكنا بالحديث، نبغى اول شيء نقول لك كل سنه وانت طيب. عفوا سارة، يبدو انه في خطأ او مشكلة تقنية في استوديو جدة، بس حنرجع نكمل حوارنا مع دكتور مالك. دكتور مالك، يعني زميلاتي قالوا حاجة الان انه هم يعني ضد رأي المرأة، انه ليش احد يلاقي ويقول لا، وانا اعتقد انه حلو اختلاف الرأي. انا اشوف انه اي شيء مبالغ فيه، يعني لما قرات الخبر كامل في مجله سيدتي لقيت انه الشخص لما يراقب المراه، يعني مش يراقبها بس لو تاخرت شويه ما ردت يعمل لها مشكله، طول الوقت هو وراها يعني ما يقدر يبعد عنها نهائي، فهذه مشكله كبيره. دكتور برايك، انا عجبتني المقوله اللي حضرتك قلتها انه حلو يحب ذاته الرجل، يقدر ذاته عشان ما يصير، يعني اسمحوا لي اني اقول هذه الكلمه، رامي نفسه بزياده على المراه، ليصير كل شيء تعمله او كل شيء هو يعمله هي ما تقدره، وهذا احيانا كمان ياثر على الاولاد، يعني يعمل نفور بين الطرفين. طيب الزوجه كيف ممكن تتصرف مع بالذات انه مرت سنوات طويله على هذا الزواج، كيف ممكن تحاول انها تخفف من حده هذا الموضوع مع نفسها، هي كمان كيف ممكن تخفف المشكلة وتستوعب أنه هذه ميزة؟ يعني أنا أعتقد هذا في نوع من الأنانية كمان، وهي قالت في المقال أنه هي تعتقد يمكن يكون هذا أنانية منها، فهي كيف تشتغل على نفسها الآن؟ هو أنا أولا أريد أن أقول ليس هناك لا لوم هنا، لا يجب أن نلوم لا الرجل ولا المرأة طبعا، لأن هذه أحاسيس فوق ذات المرأة وفوق ذات الرجل، هي تطفو وتطغى على باقي الأحاسيس الأخرى. وإلا هل هناك رجل يتيح يعني يبيح لنفسه أن يذل نفسه ولو أمام زوجته بهذا المستوى؟ لا يمكن إذا كان على علم بذلك، فهو يفعل هذا المفعول أو هذا الفعل وهو خارج عن نطاق شعوره الطبيعي. فلذلك ونفس الشيء بالنسبة للزوجة، تصرفه هذا تصرف، بالمناسبة هو يحدث في الطرفين، قد يحدث في الرجل قد يحدث في المرأة، تصرف أيضا انفعالي وليس تفاعلي. أوكي. فهي تنظر إلى ذاتها، هذا الرجل صباح يسبب لي مشكلة، مع العلم هذا الرجل أصبح فرصة لكي أعدل من تصرفاته وأعدل من تحركاته وأعدل من شعوره نحوي. إذا ما الذي أفعله في هذه الحالة؟ كما قلت لك، هذه السيدة يجب أن تبحث عن مكمن المعنى فيها. كل امرأة ترسل بمئات المعاني الجميلة إلى هذا الزوج، كل امرأة تبني رجلا وهي أم، كما كانت تقول لوالدتي رحمه الله، لكل رجل أمان، أم وزوجته، ترضعه وأم تعتني به فيما بعد. فنرجو من هذه الأم، هذه الأخت السيدة، أن تعود إلى رشدها وتفكر بنوع من التؤدة في كون أن هذا الرجل يمكن أن تصرف هذه التحركات أو هذه التصرفات التي تصدر منه، يمكن أن تصرف في مصرف طبيعي ومنتج أكبر بكثير مما ننظر إليه سلبيا. دكتور أنا بشكر وجودك معنا صراحة، يعني فعلا الواحد بيتعرف على نقاط تانية وكل مشكلة لها حل بالحوار طبعاً. شكرا لوجودك. احنا مشاهدين احنا ننتقل إلى جدة حتى تصلح الخطأ التقني أو المشكلة التقنية، وحيرجعوا يتناقشوا في الموضوع من الاستوديو. فعلا هبة، أنا أعتذر كمان بدوري للمشاهدين على الانقطاع الخارج عن أيدينا، وأتوجه على طول لطراد وأقول له كل عام وأنت بخير باليوم الوطني. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك وبتواجدك بسيدتي ونورتنا، وبرضو بعتذر برضو بدوري للمشاهدين عن هذا الانقطاع. أول شيء، أنت سمعت الموضوع تراد؟ سمعته وشفت كل جوانبه وعرفت إيش القضية كلها وإيش المشكلة، مع أن أنا شايف ماني شايفة فيها مشكلة أصلا، يعني هي بتتلك هي بتتلك، هي المفروض يوريها العين الحمراء. شوف إحنا الحين بالله بطلنا سيدتي قلبته على البني آدم. طيب فهنا أبغى أعرف رأيك في الموضوع،
أول شيء. ثاني شيء يعني بشكل عام أنت شايف اعترافاتهم، فإيش رأيك؟ شوفي يعني أنتوا قبل الفاصل كنتوا بتتكلموا أنكم أحد ملاقي يلاقي كل هذا الحب والحنان. هذا كيف يشتم علينا كيف؟ لا نتكلم قدامه بعد. لا بجد والله. يعني هنا في نقطة اختلاف جدا كبيرة. أكتبي كل واحدة فيكم كل إنسان الآن موجود يجيب ورقة وقلم ويكتب إيش الأشياء اللي هو سعيد فيها وليش هو سعيد فيها، وإيش الأشياء اللي متضايق منها وليش متضايق منها. في واحد مثلا عاجبه عمله ويعني عشان في رسمة ذهنية لإيش يعني أفضل شيء أو السعادة في العمل. في واحد مو عاجبه وضعه الاجتماعي في بيته، مع أنه ممكن تكون زوجته ممتازة جدا أو زوجها، هي مو عاجبها وضعها الاجتماعي لأنه زوجها هي غير سعيدة. ليش؟ برضو في لها صورة ذهنية متخيلتها عن الزواج بس ما طابقت مع يعني الزواج. هي ممكن تكون مش سعيدة، أو الإنسان ممكن يكون مش سعيد حتى لو كانت الأشياء إيجابية ما هي سلبية. إيجابية بالنسبة لك أنت، يعني أنت شايف الموضوع الاهتمام الزايد هذا إنه هذه أولوياتي بالضبط، هي ما هي أولوياتي. تعالي شوفي يعني في حكيم رائع قال حكمة لبنته قبل ما تتزوج: لا تبالغي في الإقبال فيمل، ولا تبالغي في الهجر فيكل. خلاص حي يتعب من كتر ما انت بعيده يتعود عليكي. ولا تقبلي مره خلاص وجهي في وجهي طول الوقت ابغى نفس بالضبط. فشوفي النبي عليه الصلاه والسلام في فرق عمر كان بينه وبين سيده عائشه. ولما سال واحد الصحابه من احب الناس اليك، ما استحى قدام الناس كلهم، ما قال زوجتي والاهل، قال اسمها عائش بيدلعها كمان. فما هذا كله مع انه النبي، شوفي الاختلافات اللي كانت تسير لما يدخل ابو بكر رضي الله عنه ويلاقي انه هي بترفع صوتها يجب يضربها، والنبي عليه الصلاة والسلام يوقف بينه وبينها يدافع عنها ويقول لها بعد ما يروح يقول لها إنه شفتي كيف حلت بينك وبينه وكيف ينتبه لأدق التفاصيل. نبغى ناخذ كلام الدكتور اللي قاله، نبغى ناخذه في خطوات عشان يكون الشيء فعليا موجود. طب خلينا إيش رأيك تراد هذه الخطوات نخليها في ختام الحلقة عشان خلاص تكون هي النقاط اللي نعطيها للسيدات ممتاز. أو المشاهدين جداً. إيش رأيك؟ ياريك. طيب تراد إحنا سمعنا دانا مو بس يعني دانا هي الزوجة إذا كنت سمعت في التقرير، مو بس بتشتكي، هي نافرة تماماً من زوجها من كتر الحب. أنا صعبان عليها وأنا بقول هذا يعني الكلمة. ممكن يعني تتكلم لي كيف ممكن يوصل بها الدرجة إلى نفور؟ هذه يمكن أول نقطة من النقاط اللي قلنا عليها. يعني في واحد عمل تقنية رائعة إنه كيف أعرف اللي قدامي إيش يحب فيه وإيش يكره. أنا ممكن في شيء ضايق منك فيها ومحرج أتكلم معك من قربك من أي صلة ممكن تربطني فيكي وما أقدر أتكلم في هذا الموضوع. ففي لعبة صغيرة ورقة زي هذه بوستت تحطيها زي حرف التي، اكتبي لي هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. إيش الأشياء الثلاثة عشان لا نطلع فضايح، يعني إيش الأشياء الثلاثة اللي تعجبك فيها وإيش الأشياء الثلاثة اللي ما تحبيها فيها. فهي بتقول في التقرير إنه أكره ريحة نفسه لما يجي يقبلني. طب يا أخي، طب فعلا ممكن يكون الموضوع صح. وعلى فكرة يعني في حالات واقعية أعرف إنسانة كانت تتصل تشتكي من نفس الموضوع، زوجها طبيب وممتاز وولد عيلة وكل شيء، بس في رائحة في التحرق عنده بتبان وخايفة تقول له طبعا وما هي عارفة تقول له طبعا. فهذه جدا بشكل بسيط ممكن في النقاط السلبية تتحط واحد اثنين ثلاثة. هذه مصيبة. لا على فكرة يعني في حلول لكل الأشياء دي. المسك الأبيض في الأماكن المغلقة ممكن يؤدي إلى تقتل. لا هو في حلول تراد أكيد، بس هي زي ما قالت خلود هي يعني محرجة تماما، ممكن الله أعلم كيف هو ممكن يأخذها منها. يعني لما تقول هذه اللعبة اللي إحنا نقول عليها جدا مهمة، لازم تعمل فيها ثلاث خطوات. لما أطلب من زوجتي، أطلب من أهلي، أقرب المقربين من أهلي، وأقرب المقربين من أصدقائي. لو طلع عندك الفضايح دي، لا لا لا، هم المقربين عشان لا تجلسي تاخذي ذم من أي أحد. لازم تعرفي الناس تثقي فيهم. فلما يجي يقول لك والله فيكي شيء سلبي، ومرتك تقول لك فيكي شيء سلبي، وأمك ولا أختك في البيت شيء سلبي، النقطة بس بوصل لك يا خلود إنه لازم أتقبل هذا الشيء وأبدأ أشتغل على تغييره. بالضبط. أنا هنا كنت حتوقف عندك. مين في رجل بجو بالمجتمع اللي إحنا فيه، بالحياة اللي إحنا فيها، بيتقبل تيجي تقول له والله أنت سوري مش نظيف، والله أنت سوري كذا، ما حتى لو مغلفة حيكون كيف صعبة. التغليفة هذه برضو لها تقنية أخرى اسمها ساندويتش تكنيك. أمدحه وأحط كلمة لو، ولو كان الاهتمام كذا مثلا برائحتك يكون بشكل أكبر حيكون شيء رائع عنده. يعني ما تتخيل لو أعطته مثلا تشوين غام ولا شيء يمكن يحس؟ يعني في ناس ما تفهم لا ما يحبها كل بقى يقول لها ولا. فهذه أول نقطة من النقاط اللي جدا مهمة. ثلاثة إيجابيات ثلاثة سلبيات. هي ممكن بكل وضوح تكتب له في السلبيات إنه ما أحب أسلوب تعاملك مع زوجتك، مع أختك، إنه قد كذا أنت محسسة إنها كأنها أمك. ما أحب تعاملك إنه أنا كل ما أقول لك حاجة تقول لي إيوة، لأنه الإنسان تحتاج. أنت الرجل ده، أنت إيش رأيك فيه؟ هل كيف لازم يوقف
تقديم كل هذه المحبة الزائدة اللي زي ما قلت وتفضلت وذكرت وتكلمنا فيها أنا وجهان اللي هي تخنق شوية دي. ممتاز، هذه النقطة الأولى اللي قلنا عليها. النقطة الثانية يعني لازم نكون واضحين، ما نبغى نكون زي النعام نحط راسنا في الأرض ونطلع عورتنا للناس. الدكتور ميسرة طاهر بيقول إنه 90% من الحالات المشاكل الأسرية اللي بتوصلوا بين زوج وزوجته أساسها العلاقة الحميمية. فهنا في 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 برنامج أوبرا وينفري طلعت رسمة جسد، رسمة رأس ويدين وصدر وبطن وأرجل، اكتب بالأرقام 1 2 3 من فين تحبي تبدأ العلاقة الحميمية بيني وبين زوجي. هي بتقول ما هي طايقة وما صدقت إنه جهة الدورة الشهرية عشان إنه ما تقرب منها، فهي أول حاجة من الأكبر الأشياء إنها ما هي حابة هذا الموضوع بينها وبين زوجها. نقطة جدا مهمة. في الأشياء السلبية اللي قلنا عليها كيف ممكن أعدل؟ أنت لا تفكر زوجتك إنه أنت لما بتغير كل شيء تقول لها نعم. في نوعين من الزوجات يعني اللي يكون أبوها صارم أو يكون مدللها جدا، هذه اللي دائما مدللة تبغى أحد حمش، تبغى أحد يقول لها لا، تبغاك تزعق عليها انه تقولي لها ابغى اروح، تقول لك ابغى اروح وتبغاك تقول لها لا ما في روحه. طيب تغرى علي؟ طب يعني حتبدا بدا الاسلوب فعلا. فلازم تكون فعلا مستمتعه بدا الاسلوب صح جدا، وتحب انه هو يقول لها لا ويخالفها الراي من غير تجريح طبعا. مره ثانيه بنقول الاحترام سيد كل المواقف في التعاملات صح. فهذه نقطه جدا مهمه عشان لا نوصل لنقطة أسوأ منها، لأنه في حالات بتوصل لخيانة زوجية، إنسانة متزوجة ومن رجل أعمال وفيلا للأسف كثير وكل شيء صح. وتوصل إنها لقيت العيوب اللي في زوجها لقيتها أحد ثاني، فأنا ما بقول دعوة إلى الحاجة دي نصير بس هذا الواقع ساير. فلازم نفوق ونعرف كيف ممكن نتعلم، وكل هذه أشياء ممكن واحد يتعلمها طيب. يعني everything is learnable. النقطة الأخيرة اللي ممكن نوصلها ما قبل الزواج، يعني هذا كله إحنا قلنا وقعت الفاس في الرأس طيب. واحد واحدة تزوجوا، عرفنا إيش الإيجابيات والسلبيات 3-3 خدها من أختك من أبوك من الناس المقربين وعرفنا الرسمة حقت الجسد وكيف لازم أعرف في رجل تخيلي طلع يحب إنه يبدأ العلاقة الحميمية مع زوجته من قدمها يا ستي خليك سب الرضا يعني مالنا ومال هو يحب كذا. الحاجة الأهم ما قبل الزواج في اختبارات تالنت توريكي مواهب الشخص وشخصيته وإيش نقاط الضعف والقوة. في أسئلة الدكتور جاسم المطوع موجودة على الإنترنت، أكتبي أحسن خطبة وتطلع لك 10 أسئلة توريكي هل هذا الإنسان اللي فعلا ممكن أكمل معاه حياتي ولا لا. واضحة من البداية الإنسان لما يحب بينعمي خلاص هذا الإنسان اللي أحبه ما حكمل حياتي من غيره، وتحارب أهلها والضارب ناس يحبوا بعد 8 سنوات يطلقوا بعد 4 شهور. ليش؟ لأنه ما شافت العيوب، ما عرفت النقاط في شخصيته اتفاجأت فيها لما تزوجت. فعشان كذا في 3 نقاط اللي جالسين نقول عليها، ما يعجبني وما لا يعجبني فيك، لازم اتعلم كيف الطريقه هذه ساندويتش تكنيك تقنيه لحالها. هذه هي تسويها تراد مع نفسها؟ لا لازم يصير تبادل ورقتين، انا اديكي ورقه وتديني ورقه، فيك ايجابيات وفيك سلبيات. السلبيات زي ما قلنا في شيء اسمه ساندويتش تكنيك يمكن ما يوسعنا الوقت انه نقوله، عندنا اقل من نص دقيقه. اي بالضبط، عشان كذا بقول لك انه هذه الايجابيات والسلبيات توضح ايش الشيء اللي انا ماني طايق، لانه لو ما عرفت انت الشيء اللي انا ما احبه فيك حيفضل يتراكم 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 يوم حقول يطلقني صح. الحاجة الثانية الرسمة حقت الجسد، لأنه 90% من الحالات الطلاق والمشاكل الزوجية أساسها العلاقة الحميمية. وأخيرا للناس اللي لسه ما أقدموا على الزواج، أرجوك تعرف على الإنسانة بعد الخطوبة، تعرف على اختبارات الشخصية، تعرف على اختبارات خط اليد اللي ممكن تبين لك شخصيتك وشخصيتك. تراد أنا بقول لك شيء، أولا يعني أنا وخلود أكيد يعني بنشكر تواجدك معنا، بنشكر الكلام. للأسف إحنا دائما بنزنقك في وقت ضيق من جد. لا أنا متضايقة من كده، لأنه في البداية لأنه اللي حيتفرج حيفتكر إنه أنت بس قاعد تنظر تقول 1 2 3، وأنا من هدول الناس صراحة اللي في البداية لما أسمع كلام كده ورا بعض طخ 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 أقول يا ربي مين حيسوي هذا الكلام. لكن والله ثم والله انه انا بديت فعلا اخذ ورقه وقلم واكتب، ويعني اسوي كل الاشياء اللي انت بتقول عليها من جد. يمكن اول مره كانت صعبه علي، ثاني مره لا اتحلت بها اشياء كثير. فاحنا ما بننظر فعلا، يمكن هو الوقت ضيق فبتحس انه الكلام كثير، لكن فعلا تكنيك الورقه والقلم مفيد جدا جدا جدا. كلمة اخيره قبل ما نطلع، بقول لك انه اللي ما يبغى يرضى يعترف بانه المشاكل هذه سايره حيلاقي نفسه هو واقع في المشكله. فارجوك خذ الخطوات لانها وقائع صح. انا اليوم قبل ما اجيك كان في مكالمه حاميه جدا على نفس الموضوع، قلت لها تابع روتان صح. شكرا لك تراد. مشاهدينا احنا حنروح فاصل ومتابعين بعده سيدتي خليكم معنا. مجلة سيدتي لكل امرأة تريد أن تجدد أنوثتها شخصيتها وأيامها. سيدتي عالمك في مجلة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها.
الرابحة معها. أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، فتاة سعودية تحصل على أول رخصة رسمية كمرحل جوي.